محاور أساسية. يعني لما نقول شو اللي يميز طفل فيه توحد عن طفل ما فيه توحد، ثلاث محاور أساسية. المحور الأول محور اللغة المنطوقة بشكل عام. إحنا نتوقع لكل أطفال العالم بغض النظر عن بقعتهم الجغرافية أن خلال العيد ميلاد الأول يكونون نطقوا على الأقل بأول كلمتين في الحياة وهي ماما وبابا، لكن تكون في محلها الصحيح ومقصودة. فإذا ما صار النطق خلال السنة الأولى من حياة الإنسان معناته هنالك مشكلة ما. المحور الثاني هو محور التواصل. التواصل لا يعني اللغة وحسب، وإنما هو لغة الجسد. أي مثلا أنا أستطيع أن أوصل للأستاذ أيمن رسائل عديدة، مثلا بأن أكون حزينة أو سعيدة من دون أن أنطق أي لغة، بمجرد تغيير تعابير الوجه، إيماءات اليد ولغة الجسد وما إلى ذلك. المحور الثالث اللي أيضا يشمل عوارض التوحد وهو السلوك، وهو طريقة تفاعل هذا الإنسان بغض النظر عن عمره مع العالم والمحيط من حوله. فإذا بنقارن مثلا أطفال التوحد مع أطفال آخرين أو حتى شباب التوحد، راح تكون عندهم بعض المشاكل أو التحديات السلوكية، مثلا صف الأغراض بشكل نمطي متكرر، تدوير الأشياء، كثرة القفز والنط والرفرفة في غير محله، في غير محله الاجتماعي، أو مثلا في مواقف لا تستدعي أن يصدر منه سلوك مفرط. الذكور أكثر من الإناث عالميا، وحتى في البحرين في إحصائيات نفس الشيء. إلى حد الآن في 2021 لا يوجد سبب واحد دقيق بالإمكان الإشارة إليه والقول بأنه هو السبب في ظهور طيف التوحد، ولكن هنالك عوامل ذات ثقل أحيانا في بعض الحالات نقدر نقول أنها مرتبطة بظهور اضطراب طيف التوحد. هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الأفراد والجماعات المصابين باضطراب طيف التوحد هم ليسوا معاقين، وهم ليسوا شيء يعني يجلب العار أو نخشى منه أو مثلا نخفيه أو لا نعترف فيه. لازم نتقبل وجودهم ونساعدهم أنهم يرتقون الحياة ونحسن جودة حياتهم في المجتمع. هم في النهاية حولنا وحوالينا. اضطراب طيف التوحد هو اضطراب غير ظاهر خارجيا، يعني أنت ما تتكلم عن شخص حامل عكاز أو قاعد على ويلتشير أو مثلا عيونه معصبة أو مثلا عنده طرف صناعي. أنت تتكلم عن شخص هيئته الخارجية تماما مثلك، قد يكون أنت طفت عليه في السوبر ماركت بس ما تدري هذا فيه اضطراب طيف التوحد. فمن واجب الجميع أن يعترف بوجود تنوع عصبي، أن يتقبل وجود الآخر المختلف معه في هذا المجتمع، أن نكون خلنا نقول رحماء ببعضنا البعض ولطفاء فيما بيننا، لأن في واجد قاعد يصير تنمر على مجتمع التوحد سواء كانوا الأهالي أو حتى الأطفال أو الشباب أو اليافعين.